طيب، العائلات الجزائرية وتحضيراتها لحلوى العيد. أنفقت إذن العائلات الجزائرية ما يناهز 100,000 دينار ما بين لباس العيد ومصروف الخاص بمقتنيات حلوى العيد، مبلغ ضخم مقارنة بمتوسط دخل الأسر الجزائرية. نسيم الوافي تفصل أكثر. نظرا لخصوصية الشهر الفاضل، تضطر العائلات الجزائرية إلى صرف كل ميزانيتها في فترة قصيرة، حيث تخصص الأسرة المتكونة من 3 أبناء ميزانية تصل إلى سقف 30,000 دينار على ملابس العيد فقط. هذا في حالة ما إذا احتسبنا مبلغ 6,000 دينار للطفل الواحد. دوكا باش تكسي حاجة لاماك لاماك تبعي تلقاي واحد 2 مليون. اه الا تبعي لا ماك لا ماك وين تروحي بيها؟ توجد الحلوه تاع العيد، الا تبعتي الحلوه تاع اللوز والجوز والفستق والبندق هذا تخرجي في 3 ملايين في 7 ملايين ما كاش نحيها لكم. الحمد لله اللي عندي 3 غارسون، شكون في شويه تسقام اكثر قسمت لهم 600 600 وخليتهم يدبروا يسالهم. الميزانيه واحد 30,000. لا لا لي دو. وبإضافة المصروف اليومي لرمضان الذي تضخه العائلات والذي غالبا ما يتجاوز 50% من أصل المبلغ المعتاد، مع احتساب تكلفة مستلزمات حلويات العيد تصل الميزانية إلى حدود 100,000 دينار للعائلة الواحدة. إذا كان معدل الاستهلاك 3 ملايين يولي 4 ملايين ونص على الأقل. عندنا كل طفل معدل اقتناء الألبسة بين 5,000 إلى 10,000 دينار، خذينا معدل 8,000 دينار. زد حلويات العيد بين 5,000 إلى 7,000 دينار، 5,000 و 7,000 دينار تسمى حاجة بسيطة فقط، يعني معدل بين 8 ملايين إلى 10 ملايين سنتيم شهريا المصاريف الإجمالية لشهر رمضان المعظم. مبالغ طائلة تتحملها العائلات البسيطة لاقتناء ملابس العيد فقط، والتي تعد بمثابة راتب شهري لغالبية الجزائريين، ما يجبرهم لا محالة على الاستدانة.